السادة الوزراء الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار الأسبق، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق، الأستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، السادة أعضاء اللجنة العلمية الدولية وفريق عمل مشروع استكشافات الأهرام سكان بيراميدز، السادة الدكتور مصطفى وزيري الأمين عام للمجلس الأعلى للآثار، السادة زميلاتي وزملائي من وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، السادة الصحفيين والإعلاميين والمراسلين الكرام، السيدات والسادة، أرحب بكم جميعا من أمام هذا الصرح العظيم، هرم خوفو الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع. اليوم نحن موجودون في هذه المنطقة التي تعتبر أحد أهم أجزاء جبانة منف المسجلة على قائمة التراث باليونسكو. فهذا المكان الساحر الذي جذب أنظار العالم إلى مصر على مدار آلاف السنين ولا يزال محط أنظاره حتى أصبح عنصراً مميزاً وأساسياً للصورة الذهنية عند الحديث عن مصر أو عن السياحة فيها. فأهرامات الجيزة من أهم وأبرز آثار العالم، وزيارتها كانت ولا تظل حلم مئات الملايين حول العالم. إن مصر قد حباها الله بمقومات سياحية هائلة وآثار فريدة ومتنوعة تركها لنا أجدادنا التي ميزت مصر عن سائر دول العالم. وأنتهز هذه الفرصة للإشارة إلى حرص الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار على الاهتمام بآثار مصر بمختلف عصورها التاريخية والحفاظ على تراثنا الحضاري الكبير ودراسته والكشف عن أسراره. والمشروع الذي نحن بصدده اليوم، بصدد الإعلان عنه اليوم، هو في نظر السبب الذي يجعل القاهرة الكبرى مكاناً ذا خصوصية شديدة لكل مثقف في العالم. مفيش شك الحقيقة أن القاهرة الكبرى مكان ذو خصوصية شديدة لكل مثقف حول العالم. وأنا على المستوى الشخصي وعلى الرغم من حبي الكبير للسفر الحقيقة، يعني ما أقدرش أتخيل الواحد يعيش في أي حتة غير القاهرة الحقيقة، من بسبب يوم زي اللي احنا فيه ده النهاردة. فعلى هذه الأرض العريقة تعقبت الأجيال من المصريين وأنشأت الحضارات المختلفة وتركت للإنسانية كلها إرثا متنوعا من الآثار الشاهدة على كل عصر منذ آلاف السنين قبل الميلاد ومرورا بالقرون المختلفة حتى تاريخنا المعاصر. سيجد الزائر لمصر ما يشبع شغفه بالآثار أيا كانت الحقبة التاريخية التي تثير شغفه. واليوم نعلن عن نتائج مشروع علمي هام في بقعة مميزة من أرض مصر بصفة عامة وفي القاهرة الكبرى بصفة خاصة، القاهرة الساحرة واحدة من أعظم مدن العالم. لذا نجتمع اليوم من أمام هذا الصرح للإعلان عن نتائج مشروع استكشافات الأهرامات سكان بيراميدز. هذا المشروع البحثي الهام والذي استخدمت فيه التكنولوجيا العلمية المتطورة بالتعاون بين أكبر الجامعات الدولية من فرنسا وألمانيا وكندا واليابان مع مجموعة من الخبراء المصريين من الجامعات المصرية والذين عملوا يدا بيد مع زملائهم من الوزارة والمجلس الأعلى للآثار وتحت إشراف لجنة علمية وأثرية دولية برئاسة الدكتور زاهي حواس. إن هذا المشروع البحثي الهام بدأ عام 2015 أثناء تولي الأستاذ الدكتور ممدوح الضماطي مسؤولية حقيبة وزارة الآثار بحي حضرتك، واستمر العمل فيه عند تولي الأستاذ الدكتور خالد العناني مسؤولية الوزارة في عام 2016 ثم مسؤولية حقيبة وزارة السياحة والآثار بعد دمجهما في عام 2019 بحي حضرتك، حيث قام بتشكيل هذه اللجنة العلمية الدولية من خبراء متخصصين في علوم الآثار والأهرامات برئاسة الدكتور زاهي حواس تحياتي لحضرتك، وعضوات كل من الدكتور مارك لينر من الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور ميرسلاف بارتا من التشيك والدكتور راينر شتادلمان رحمه الله والدكتور ديتريش راو من ألمانيا، والذي انضم لتشكيل اللجنة حديثا والذين أشرفوا عن كثب منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا على هذا المشروع. وليمكن أن نغفل اليوم أن أعمال هذا المشروع كانت تتم أيضا تحت الإشراف الكامل من
المجلس الأعلى للآثار المسؤول عن هذا الإرث الأثري والحضاري العريق والحفاظ عليه وصيانته. فالمجلس مؤسسة علمية تعليمية وتوعوية ومنظمة للعمل الأثري في مصر. أنا اليوم أنتهز هذه الفرصة وأتوجه لكم جميعا بالشكر، ولكل من ساهم في هذا المشروع بالشكر أيضا على ما قمتم به وعلى مجهوداتكم الحثيثة التي بذلتموها. كما أتوجه بشكر خاص على حرصكم على الإعلان عن نتائج هذا البحث بشكل سريع خلال المؤتمر اليوم وحتى قبل النشر العلمي للبحث. واليوم نعلن عن نتائج مسيرة هذا المشروع الهام والذي أظهرت وجود ممر جمالوني بالوجه الشمالي لهرم خوفو الأكبر بطول 9 متر وعرضه حوالي 2 متر و10 سنتي. وأحب أن أؤكد أننا مستمرين في العمل وفي البحث العلمي باستخدام التكنولوجيا والأساليب العلمية المتطورة والآمنة تماما للكشف عن المزيد من أسرار الحضارة المصرية العريقة، إحدى نقاط القوة التي تتميز بها مصر. والآن أترك الحديث للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للإعلان عن تفاصيل هذا المشروع وما توصل إليه فريق العمل من نتائج. تفضل دكتور مصطفى.